وتسليم. استطلاع المناطق الثلاثة اللي بتلتقي فيها خطوط سير الطائرة الإسرائيلي ستراتوكروزر طول الشهر اللي فات بالكامل. ويراعى في استطلاع المناطق أمرين غاية في الأهمية. تمام يا فندم. أولا، الوصول للمنطقة التي تحقق أعلى درجة من درجات الإخفاء واحتلالها فورا بكتيبة صواريخ مضادة. أن يحقق موقع الكتيبة ثانيا أنسب بارامترات للاشتباك مع الطائرة الإسرائيلية التي تطير شرقا وإسقاطها. أيوة فندم، بس سيادتك عارف أن ده ممنوع لأنه يعتبر خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار. حيث أنك أشرت المسألة دي، أنا هقول لك اللي ما يعرفوش غير رئيس الجمهورية والوزير وأنا، وإنت بعد ما أقول لك، ولو تسربت أي معلومات أنت مسؤول قدامي.